fight. Introducing first, fighting out of the blue corner, representing Adma team, Abdurrahman Muhammad. And introducing his opponent, representing King Academy, fighting out of the red corner, Abdurrahman El Sayed. ايوه هيلخبطونا بقى بالاسماء. يلا علاء راح فين؟ طب روح عبد الرحمن محمد. اوه تيك داون خطيره سايد كنترول. اعتقد هيخلص دلوقتي بس ماسك جلوتين. تايت الجلوتين دي تايت لو بس ممكن ما يعرفش ياخدها صح. هي تايت بس مش واخدها صح لسه مش قافلها. ام بي ام بي عدل من هنا. ما شاء الله ما شاء الله قوي قوي برضه. اوه بص بص ام وقف بيه. اوه هيرميه لورا لو رواه المرة. بس الموضوع المفروض يحط. ايوه دوس ودي يحرر رجله اليمين دي ويخش على الناحيه الشمال. صح يلف يفضل يلف زي ما هو على الناحيه الشمال. يدوس ايه كنترول راسه لتحت. عبد الرحمن محمد ماسك الجلوتين مش عايز يسيبها. هو على فكره لو عدى هو ممكن يخلص بس هو مش ماسكها تايت. على فكره ممكن يتعب دراعاته. ها ممكن السيد عبد الرحمن السيد. بس طلع خرج منها خد الباك. ما عندوش خلفيه جوجيتسو خالص. بوكسير ماتش ده مولع. عبد الرحمن السعيد. لفت هوك جميله. خلاص الماتش هيخلص. خلاص الماتش. عبد الرحمن محمد لو الجولة ما خلصتش دلوقتي عبد الرحمن محمد هيخلص الماتش. واو عبد الرحمن السيد. عبد الرحمن السيد. عبد الرحمن محمد اللي كسب. السعيد اللي كسب. عبد الرحمن السعيد. مكتوبة غلط. عاش والله يا عبد الرحمن. كان ماتش جميل مرعب. لو عبد الرحمن محمد كان حافظ شويه كان ممكن ياخد الماتش. Ladies and gentlemen, referee Rashard has found the stoppage to this match in the very first round, declaring your winner by TKO, Abdurrahman Al-Ehab.